غابات صعدة معقل الحوثيين خلفت الآلاف من القتلى والجرحى، وهو ما أثار تخوفا من تحول المعارك الدامية داخل اليمن لقتال طائفي كما هو الحال في العراق الآن. محللون أمنيون قالوا إن الوضع الأمني في اليمن يعتبر التحدي الأبرز بدءا من الاغتيالات شبه اليومية من كل الأطراف والتي خلفت وراءها مئات القتلى والجرحى، وهذا دليل على قرب اشتعال الحرب الطائفية داخل المجتمع اليمني. مصادر يمنية كشفت أن الحوثيين منعوا إقامة صلاة التراويح داخل بعض المساجد العامة في المناطق التي يسيطرون عليها في 5 محافظات، وهي صعدة وعمران وحجة والمحويت، بالإضافة إلى صنعاء فارضين المذهب الشيعي الاثني عشري بالقوة. هذه الخطوات ربما تكون الشرارة التي تشعل حربا طائفية خطيرة بين الحوثيين والسلفيين الذين يتواجدون في تلك المناطق بكثرة، والذين تم طردهم بقوة السلاح من منطقة دماج معقل السلفيين في صعدة بعد معارك طاحنة. خبراء عسكريون قالوا إن الجيش اليمني وبمساعدة القبائل الموالية له في تلك المناطق التي استولى عليها الحوثي قادرون على التدخل بقوة لردع الجماعة الحوثية المسلحة وإرجاعهم إلى صعدة معقلهم الرئيسي، والذي ربما ستكون الجماعة هي الحاكم الأوحد لإقليم أزال الذي يضم صعدة وصنعاء وعمران ودمار وفقا لمخرجات الحوار الوطني. عادل اليافعي، العربية.